صباح الخير أوداد. يمكن كتير من هاللي عم يسمعوني رح ينقذوا. كيف بعدنا عم صبحك وصار ميري أكتر من 3 أشهر عم موتك؟ حدا بيصبح ميت؟ صحيح أنك تركت الخيمة، بس مش عأجريكي، مش بإرادتك. قلبك، عقلك وروحك بعدن هون، بعدك بتلاقوا الحيلة بإيدك كل يوم أنا وجاي عالشغل. أنا بعدني هون، ولادي رجعين. وأنا ما بنسى، كأنه مبارح وقت التقينا أول مرة وخبرتيني كيف انخطف ولادك بزهرة شبابهم. قلتيلي يومتها أنك حضرتي الغداء، فرشتي طاولة السفرة وجهزتي كل شي، بس السلطة ما حطيتي لها زيت قبل ما يوصلوا مشان تضل طازة ومفرفحة متلن. عم يلعبوا الولاد، عم يلعبوا تحت السما الزرقاء، عم يلعبوا الولاد ملهيين باللعب الحلوين، وبيركضوا ما بيتعبوا. النهار اللي انخطفوا كانوا بالحمرة، نحن كان عنا مكاتب، جوزي ولاد حماي كانوا وكلاء فبارك. جايين من المكتب الظهر بالنهار، يعني كانت 2:00 من الحمرة لهون، بيجوا على الغدا 2:00، ما اجوا 2:30، ما اجوا 3:00. بلشت اتلفن على المكتب وادور عليهم. هلا صار 4:00 وشوي، قالوا لي ما في، فكرنا انه ما يكون عاملين اكسيدان او انت اللي فكرتي. بس الاكسيدان يصير معك وبنفس الساعه كمان؟ ما بظن قضيت انه في حدا قادر يتخيل قديش انشغل بالك وشو صار فيكي على مدى 24 سنه. من الساعة 2 بعد الظهر، كان يوم 17 أيلول سنة 85، لحديت الساعة 4:45 بعد الظهر ب 16 أيار سنة 2009، وأنت ناطرة بكل لحظة يدقوا الباب تفتحيلن ويفوتوا. ما بعرف ليش كان لازم إنه هالعيلة الحلوة تفرفك. مرض ألبير وما طول، مات سنة 82. فقد هالبيت جانح من جوانحه. ألبير كان زلمة عيش، كان طاير فيكن ومطيركن معه. بعرف حتى قبل ما تخبريني شو معنات وحدة يموت جوزة، بعرف إحساسك أنك صرتي بلا سقف يحميكي أنت والولاد، خصوصاً أنها كانت أيام حرب. ما أنا خطفوا لي جوزي بالسنة ذاتها يلي مات فيها ألبير. وقتها ما كنا منعرف بعضنا أنا وياكي، كأنه من هيداك الوقت بلشنا نحس ببعضنا من بعيد وعن الغايب. إحنا كل ما المخطوف تحرق قلبنا، كل ما المخطوف عم تحرق القلب يحسوا فينا، يشعروا في أشعارنا، يشعروا بالأطفال، يشعروا بالأولاد. نحن لما أنا عندي 5 أطفال، كيف بدي عايشهم؟ كيف؟ بس اللي كل من عنده مخطوف يحس معنا ويعطينا مخطوفيننا، هيدا اللي بدنا اياه، كل المخطوفين من اي جهه اللي كانت. كانت ايام حرب، بعرف قديش عملتي تضغطي غيابه لما تخلي ريكو وكريكري يحسوا بنقص عاطفي ولا باي نقص. رجعت تخيطي مع انه ألبير ترك مصاري والوضع كان ماكن من هالناحية، بس انت كنت دايما تحس بالقدام. يلي بيقهر اكتر انك ما لحقت تقلعي بالوضع الجديد حتى اجتك الضربة التانية. ضربة قاضية هاي، ولدين ينسرقوا بنص النهار من حضن امهم هيك بلا ولا شي؟ ما في سبب لخطفهم، هذا اللي بيقهر. يلي بيوجع اكتر انه هن ما ماتوا، ما عندهم قبر ولا لبستي اسود عليهم. يعني بقيت من يوم ما انخطفوا لهالسنة هيدي
طول الوقت برات البيت لأحكي أشوف مين اللي عنده معلومات والتجئ لمسؤولين وأشخاص يساعدوني. وهيدي كانت حياتي يعني 10 سنين كله مواعيد وتطمينات ومن شخص لشخص ومن مسؤول لمسؤول وهيك عشت. يا ما سألت حالي كيف هالمرة بعدها قادرة تمشي تحكي تنام، من وين هالقوة عم تجيبها؟ هيدا سؤالهم أوقات ناس كيف بعدك عايشة، بقول لهم سألوا ربنا. يا ما دقينا بواب ويا ما تسكرت بوجهنا عتاب، لهيك الأهالي حطوا هالخيمة قدام بيت الأمم المتحدة. بركي دول العالم تسأل بعد كل هالسنين يلي دولتهم لا سألت عنهم ولا عن 17,000 مخطوف ومفقود من أولادهم. صاروا يتهموا جهات مختلفة، أكتر شيء الميليشيات اللبنانية اللي تقاتلت بالحرب، وساعة يفكروا إسرائيل وساعة يفكروا سوريا. الحقيقة إنه الأهالي ما عادوا عم يدوروا بس على أولادهم، صاروا عم يدوروا على الأمل. وقدرت تنعت إنه أولادها بسوريا. هلأ بالاعتصام بالخيمة بالقليل إن عرفت أولادي موجودين وموجودين بسوريا. يعني هيدي أنا عندي إياها إنه شغلة كبيرة إني أنا عرفت أولادي كانوا قبل هون. من وقت ما خلقت هالخيمة وبلش الاعتصام فيها بنيسان 2005 ما عدت تركتيها يا أودات، تركتي البيت ونقلت عليها، صارت هي بيتك. بالخيمة صرتي مسؤولة عن كل أمورها، صرتي عميدتها. وقت حسيتي إنه القعدة فيها يمكن تطول بلشتي تفرشيها عن جد كأنها البيت. صار في براد، دفاية، مروحة، صار في حمام بعد ما كانت الشخاخة أجلكن تكلف 200 متر مشي على محطة البنزين. وبتعرفوا شو يعني حمام بمحطة بنزين. ست الخيمة صرتي ونحن ضيوفك، كنت تهتمي بالكل وقت يجوا وتستفقدي يلي ما يجوا، وياما مرقد قد ما كنت تلحي بس تبوسك أو تاخد صحن من طبخ ديتي. لكن هلا بعد ما بنعرف مين غير. لا مغلوبة أنت لحد هلا. بركي جيتي على الخيمة تتهربي من بيت صار مسقع، حتى أنا دقتني البردية وقت جيت أول مرة لعندك. كنا عزدين الصيف، انت فت على المطبخ تتعملي قهوة وانا قعدت بالصالون على طرف الكنبايه. صرتك سن عسن، حسيت كأني عايشة ببيت أشباح. عايشة مع أغراضه، عايشة مع تيابهم مع صورهم مع أغراضه. جيتي على الخيمة بركة تهربي من بيت صار فاضي وهش. بيمرق النهار لا بتقولي كلمة لحدا ولا بتسمعي كلمة من حدا، كانت الحيطان ترجع لك صدى أنفاسك، وبالليل إذا غمضت لك عين كنت تحلمي فيهن. شفت الصبي بنومي فايت على البيت أنا ونايمة، حسيت عم بسفرن رجعت نفضت حالي. هن نقلون 3 مرات على معلومات اللي إجتني يعني، وأنا 3 مرات شفت الصبي بنومي. مرة شفته عم يقطع الشارع هون من هداك الرصيف لهون، ومرة شفته داخل لأوضتي وجيت بدي بوسه بس ما بستو، حطيت تمي على وشه بس. بالخيمة لاحظت انك صرت انشط والشمس لوحت لك وجهك عطته حيوية أكتر، حتى اللوك تبعك تغير. حسيت كأني عم تعرف على أودات تانية، على أودات صغرت شي 10 سنين. أودات تتذكري شو تبيتتي بالسكن الجديد؟ بفتكر أكتر شي كيفتي بجنينة. شو هين واحد يكون عنده جنينة بنص دين الوسط؟ ايه وسط بيروت يلي صارت مثل غيبة من البطون. زرعتي بطيخ بجنينة جبران خليل جبران،
أكيد من دون ما تستشيريه إذا بحب البطيخ الأحمر ولا الأصفر. وزرعت عرق نعنع، شو إيدك خضرة كانت، صار مسكب كبير بطعم كل موظفين الأمم المتحدة اللي قاعدين بالبناية نبيل الخيمة. كمان أكيد من دون ما تستأذني بان كيمون أو تسألي رأيه، هو أصلاً ما سألك شي، هو ما سأل. بركي جيتي على الخيمة تتبقي قريبة كل الوقت من ولادك تما يلهيك شي عنن، جيتي وجبتيهن معك، علقتيهن حد الناس يلي صاروا صور مثلن، صرت عايشة مع الصور، تتصوري مع الصور، تاكلي وبتشربي مع الصور، بتنامي وبتفيقي مع الصور. ما بصدق قضيت أني كبيتي حالك قدام السيارة، ولا عن عبالك تنتحري، ولا كان بدك تموتي قبل ما يرجع ريشار وكريكري. أنا إذا متت شو بدهم يستفيدوا؟ مين بده يسعالهم؟ لأنه ما في حدا يدور عليهم غيري أنا. حدا بيعرف ليش هالموت الغريب نقتك إليك؟ كانت كتير قوية، كتير عبثية، كتير مش قادرة لاقي الكلمة المزبوطة. بعرف إنها هزت كتير ناس من يلي بيعرفوكي ويلي ما بيعرفوكي. الكل اهتموا بموتك، صارت هي الحدث، غطت حتى عقصة ولادك، بينت كأنها أقوى من جرائم الخطف يلي بسرعة كلهم نسيوا ضحاياها. أوديت هالرسالة ما بتساكل شي عبالي قلك إيه، بس حازز بقلبي إنه في أوقات عيطت وعلي صوتي. ما بعرف إذا زعلتي مني هيديك المرة وقتها طلع خلقي من الخيمة ومنك، سبيت الخيمة وساعتها قلتلك لازم تهتمي بحالك وإنك أنت أهم منها وإنها هي موجودة فيكي وبلاكي. ما بقدر أوصفلك قديش انقهرت، قديش حسيت بالذنب بعد ما أنت فليتي وهي ضلت. قضيت شو بشع الخيمة بلاكي. بس لازم قلك إنه نعمل لك فحص الأدقان قبل الدفن، بركي عن جد تحقق الحلم وراكي، بركي شي مسؤول نكز ضميره إذا عنده وعطى أمر تيفتحوا المقابر الجماعية، بركي رف جفن شي خاطف وقرر يكشف عن جرائمه وعن المحلات يلي كب فيها الضحايا المأيدين على خانته. أوديت نحنا منعرف إنه في أحلام تتحقق وفي أحلام ما بتتحقق، بس نحنا بدنا نضلنا نحلم. ممنوع حدا يخطف لنا الحلم، ممنوع حدا يخطف لنا الأمل. ما بحياة والموت قدر على حلم، ما بحياة والموت كان النهاية. حس هن موجودين كأنهم هن موجودين، ما عندي إحساس لو هن بعاد هلا، لو ما أجاني يوم إحساس إنه انفقدوا، لا بعدهم طيبين. اشتقنا لك أوديت، وناس الصور كمان اشتاقوا لك.